كل يوم لوك، اليوم هايكي، بس الموضوع مو الهايكي، الموضوع كيو ان اي. من الاخر مخرج قاعد هناك، كل شيء بيده اليوم. ما جعد، كيفكم؟ عم انت بتحاول، السعوديه فتحت، انت مش دريان. حلو، برد عليك، مش حسيبك. انا اتمنى تطلعني غلطان، اتمنى تطلعني غلطان يا اشرف. السعوديه فتحت صح؟ وانت تقول انا قاعد احور صح؟ حلو جميل. كم نسمه بالسعوديه؟ 13 14 15 مليون يمكن. 30 مليون نسمه. كم دار سينما؟ كتير. فانت اللي بيشترون تذاكر يروحون سيما في السعوديه كم؟ 10 دبلات على الكويت؟ يعني لو سويت انت هنا 100 ألف راح تسوي هناك نص مليون ايزي. فالمنتج اللي راح يدفع على فيلم ما راح يخسر فلوس، لكن بالكويت خطر جدا تسوي فيلم بالكويت، لانه الا اذا راح تبيع فيلمك الوطن العربي. وانا للحين ما شفت فيلم بالكويت ممكن يسوي الصدى هذا كله. السعوديه سووا افلام. احنا ربعنا بالكويت في ناس وايد شطار في الدراما وسووا اشياء تنباع على نتفلكس وغيره، بس بالسينما للحين. يعني انا عندي صديق مخرج كويتي شاطر، قبل كم يوم صادفته قال لي هني he's going that way ان I will start doing shorts، يعمل افلام قصيره علشان ممكن يصير في اتجاه، وان شاء الله نتعاون يعني نشتغل مع بعض على هالشورت وغير اللي احنا قاعد نسوي الافكار الجايه. يمكن ما ادري، لكن ما تقارني بالسعوديه، ما تقارن الكويت بالسعوديه. السعوديه زي لارج ماركت، هيوج، سوق كبير. الكويت صغيره قوي على السعوديه، عرفت؟ كسوق سينما لو سهل كان المنتجين الكويت الكبار بلشوا بالسينما من زمان. كان حتى لو منتج مرة الكويت بدل يستثمر يدفع، يا مثلا عندك الحين مثلا في منتج عربي مشهور سنان او شيء اسمه كذي صح؟ شوف كم مسلسل يسوي بالخليج وبلبنان في فيلم. ليش ما راح يطلع له فلوس كثر ما يطلع المسلسل؟ المسلسل ينباع على نتفلكس، ينباع مش عارف ايش، يشوفونه ملايين، او يسوي افلام برا، عرفت؟ بس بالكويت انا ما اشوفها منطقيه نهائيا، unless it's supported by the government مثلا، يعني في entities مثلا NGOs whatever، اي احد يساعدك نبي نسوي شيء مو الغرض من الربح المادي، هني ممكن يصير، عرفت؟ بعدين انت وايد حس بالك انا عندي فلوس، ما تستثمر بالسيما ناقل ناكل احنا. فبلشت الناس يصير عندها الجرأة ان عندهم فلوس بس ما عندهم الجرأة يصير اول. ليش؟ خطوة تكلف 100,000 دينار، اخاف اسويها وما حد يستخدم هذا. يعني الاري الالف، انا اول واحد ابي احد يطلع يقول انا جبتها قبلك، مو فخر اني جبتها اول واحد، بس بعدي سطره 3-4 اشهر، عرفت؟ الانامورفيك جلاس اول واحد ياب انامورفيك بالكويت، ولا زلت يمكن ما حد يجيب انامورفيك بالكويت. ليش؟ 60,000-70,000-50,000-40,000 قيمه الطاقم، من يخافون والناس مو متعوده تصور انامورفيك. انت توك يوم تسوي فوكس قلت لو انامورفيك مو سهله نفس العدسات السفيريكال بالفوكس، قلت لك يس، علشان كذي الانامورفيك اللي يصور فيهم لازم يكون محترف، سبيشلي كفوكس بولر او كاميرا، يعني فيرست اسيستنت، عرفت؟ يعرف شلون يتعامل مع العدسه. اول شيء انت قاعد تساهم في تطوير السيما او التصوير او الفن هذا في الكويت، والدليل واضح. نشوف يعني امس قالوا لي في واحد تو شاري عدسات هم بعد قيمتهم 40-50 دينار بالكويت. انا متاكد قبل ما كان ممكن يسوي الجرعه هذه. ليش؟ احنا نشاف غيره قام يسوي، خلاص صار في عندنا اكزامبل، في بلو برنت، في بريسيدنت، صار خلاص في قبلي احد سواها، فهو ماشي الامور والناس تعودت على الاشياء الجديده اللي نفس هوليوود. ليتس جو، ليتس دو ات، راح اطلع فلوسهم وراح اشتغل فيهم وراح اجرهم وراح اصور فيهم ومش عارف ايش. فانا قاعد اعمل كده مش هبل، لا، هذه دراسه علشان انت ممكن سنه سنتين ثلاثه تتضايق، بس ممكن بعديها تنفرج، وان شاء الله تنفرج. يعني انت الحين دكتور جراح لسه متخرج من المدرسه بتاعت الدكاتره، وانا دكتور صار لي 30 سنه، اديك المشرط، تعمل عمليه قلب ولا حيصب العرق؟ طبعا هتوتر صح؟ ليش؟ ما عندكش خبره صح؟ نفس الشيء الكاميرا والعدسه هذه مهما كانت غاليه وجميله اديها واحد ما بيفهمش، حيطلعك صوره التليفون، يمكن صوره التليفون احلى. مو منطق هذا الكلام، هذا كلام ناس، يعني اقول لك شيء،
هذا كلام الجاهل، يعني مع احترامي لك انا ما اقصدك انت، لكن انا اعرف الكلام انت سامعه ده، هذا كلام الشخص الجاهل اللي ما عنده خبره، عرفت؟ وبعدين انت اقول لك شيء، يعني انت اليوم لما 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 تسولف في اعمال، في اعمال فنيه وفي اعمال تجاريه بحته، يعني انت لما تسوي عمل سبوبه، عارف ايه يعني سبوبه صح؟ تاكل قرشين، عرفت؟ في ناس عاوزه تاكل وفي ناس عاوزه تعمل فن، انت وين من هذولا؟ عرفت؟ في ناس عاوزة تصنع اسم لنفسها فده بيحفر، وفي ناس عاوزة ابي اطلع لي فلوس عشان اشتري سيارة، ابي اطلع الفلوس عشان اسافر، ابي اطلع الفلوس عشان اشتري واتفر، ماخذينها من ناحية البزنس. انا بزنس مان، يعني انا تاجر، لا تاخذني لا تفهمني غلط، انا تاجر من 30 سنة مو اليوم وامس، عرفت؟ لكن كمان فنان في نفس اللحظة، فانا عاوز لا ده يطغى على ده ولا ده يطغى على ده، شيل ده من ده يفتخر عنده. شكرا جزيلا. شو دعوه القاد فاضر هذا، شعرت حطه شيء بس على شيء. أنا اليوم سالفة المنتجين، يعني ما في واحد فنان ما يحتاج منتج، ممثل، مغني، صانع أفلام، whatever صح؟ كلنا نحتاج منتج. ويمكن أنا كلمت منتجين وايد بالكويت، لكن يمكن سبحان الله ما يصير اتفاق لأسباب عديدة، عرفت؟ المنتج في معظم الأحيان يكون تاجر، والتاجر يفكر إيه، حدفع كام وحاخد كام، عرفت؟ فساعات فنك هذا مش مهم بالنسبة للتاجر، ساعات وساعات في تاجر لا فنك مهم بالنسبة له، لحد ما نلقى المنتج هذا حنتجوز، يعني حنشبط فيه، عرفت؟ طب فكرت شلون تكون منتج انت يا ريس، يعني تركن وتخليك منتج بس مثلا، يعني مش شغلانتي، مش شغلانتي يا اشرف، ما يعني مو يعني المنتج عليه مسؤوليات ثانيه كبيره، من ضمنها حبيع لمين وحبيع ازاي وشي، وانا مالي خلق هالسالفه هذه، عرفت؟ ممكن اصير منتج بس مالي، ما عندي الطاقه هذه مالت البيع، وروح دور وكلم ناس ومش عارف ايش، وبيع العمل قبل لا تصوره، ما عندي هالطاقه الحين، I want to enjoy life، عرفت؟ يعني ودي استمتع في الحياه اكثر من موضوع التجاره، يعني عرفت؟ أبي enough money that I can survive to make this، عرفت؟ لين أشوف اسمي في يوم الأيام مثلاً في هوليوود. I have no idea. إن شاء الله. طيب سؤال أستاذ. Yes. ما جيتش في لحظة كده فكرت في يوم ممكن تعمل حاجة مختلفة عن الميديا اللي شغالة في الكويت، وحاجة كده خارجة عن الكلام ده كله خالص؟ شو؟ لو هتصور مناظر كده بروحها بدون ممثلين. حلو جميل. أنا أمانةً هذا اللي قاعد أسوي ترى. أنا قاعد أحاول أسوي أن نطلع بشيء مختلف، نطلع بشيء جديد، سكتشات مختلفة، نسوي أشياء يمكن العيون مو متعودة عليها، وأنت لو تلاحظ الأعمال اللي إحنا نسويها في الاستديو مكلفة جداً ترى، يعني الناس تشوف فيديوهات عادية صح؟ لو يحسبون كم نصرف على كل عمل مدة دقيقة راح يتفاجئون، يعني تخيل أنت كل دقيقة تكلفك مثلاً 600 دينار. Would anybody do it؟ أنا بقول لك 600 دينار منهم، تخيل احنا كل دقيقة نصورها نحطها بالانستغرام تكلف، يعني بقول لك 600 دينار. هتعمل كده؟ على امل انه يصير في بالمستقبل حد يشوف اعمالك ويجيلك عمل، عرفت؟ او تغير نظرة مجتمع، او تغير كلتشر، او تبني كلتشر جديد، عرفت؟ وانا اشوف من احد الاشياء اشرف اللي تخليني قاعد اكمل، التليفونات تجيني والمعارف اللي قاعد يعني بالفنية اللي قاعد اخذها، يعني اليوم كلمنا واحد من نيويورك صح؟ ممثل عربي وياه يعيش بالكويت، ولد مبدع وراح نصوره قريبا ويشوفون الناس. انا بحد ذات هذا الشيء ان الولد ودي يتعاون ويانا يعمل اي حاجه ومن غير مقابل، بس ان ابي اطلع طاقتي الفنيه في مكان، وانا شفت وحسيت يقول لي ان انتو المكان المناسب اللي اقدر اطلع فيه طاقتي، انا هذه بروحها تعطيني امل ان لا there is hope، ممكن يصير شيء اللي ابيني. واللي احنا طالبينه ترى شنو؟ مو شيء مو يعني ما هو صعب ولا هو مستحيل، انه يصير في اعمال فنيه اكثر سينمائيه. التواضع سمة، يعني من سمات الرسول عليه الصلاه والسلام. التواضع سمة من سمات الرجال. التواضع سمة من سمات الناس المحترمه المتربيه. وانا اعتقد اني متواضع ومتاكد اكشلي اني متواضع. انا متواضع ولا متواضع؟ متواضع علي. ما ادري، احس كذب علي، اقسم بالله احس كذب علي. ساعات وساعات. حلو جميل. شوف انت في حاجه، يعني في ناس تخلط بينها،
لما انت تصير بوسي يعتقدون ان انت متعالي. نو اون سيت اي هاف تو بي بوسي. ليش؟ لان انت اون سيت انا عندي اليوم شغل صح، فلازم يصير عندك حزم في الامور ومش عارف ايش. عرفت ايه؟ بالدقيقه قاعد تحرق فلوس انت، فانت ما تبي لا تكلف على نفسك ولا على غيرك فلوس زياده صح. بلس انت مو مكاني، يور نوت ان ماي شوز. انت اللي سولف قاعد سولف بلاش، انا لما اتكلم اتكلم فلوس، ادفع قاعد اصرف قاعد اسوي قاعد احط، انا قاعد اسوي مو قاعد اسولف، انا قاعد اسوي. فانا لما اشتغل وانا اللي متاذي في النهايه بالدفع، لازم اكون حريص هنا وحريص هناك، عرفت، وحازم في بعض الامور. لكن الحزم ما له علاقه في التعالي، والعلي الله سبحانه وتعالى، انا ماني متعالي على احد. وانا يعني لو تلاحظ انت انا مع الكل اضحك وكل احد قال لي عن هالكلمه انا متاكد انه ما يعرفني. يعني انت كم مره تقول لي سين من الناس يخاف منك، سين من الناس مش عارف ايش، وانت شو تقول لهم؟ غريبه، مع ان هيز ماي فريند، وايد هامبل وايد حبوب. هم من بعيد يشوفون شنو؟ لان يشوفونك انت تعطي اوامر وشيل وحط وهذا وسوي ليش وتصرخ، فيشوفونك ان حسبالهم ان انت كذي من الله كذي، هذا انسان شايف نفسه عصبي ومش عارف شنو. بالعكس اكثر انسان مسالم بالدنيا يمكن انا، ولا احب هذا، بس انا احب الحق، ما تاذيني. لا يعني انا مشكلتي لا تاذيني، لا تاكل حقي مثلا، راح تشوف اشياء تضايقك. اي بس انا عندي شركه صغيره مليون مليون ونص، مش انت بتقول ان انت فنان؟ عايزك تيجي تطلع فنك عندي، بس في الاول مش هدي لك فلوس، نشوف فنك الاول. هاي السالفه كانت تصير علي قبل، الحين لو تموت ما راح اسويها وياكم، بس عرفتكم.